يا أهلا وسهلا فيكم. اليوم أبغى أغير عصا التبخير لآلة الديلونجي. أبغى أبدلها من الجلد اللي تجي مع الآلة إلى العصا الاحترافية هذه. طيب، كل اللي تحتاجه في البداية مفكين، مفك هذا والمفك هذا. حلوين؟ طيب يا حلوين، نفتح المسمارين اللي جونك هنا، هنا واحد وهنا واحد، نفتحهم زي ما أنتم شايفين. هنا في مسمارين، نفتح المسمارين. حلوين. طيب، بعد ما نفتح المسمارين نفك اللي هو مفك التبخير، نطلعه بشويش كذا، يعني بسلاسة يطلع معانا كذا. شايفين كيف طلع معانا؟ نفك مفك التبخير ونخليه على جنب. بعدها تجي مرحلة السقف. هذا كيف تفتح السقف؟ تمسك من الخلف. طبعا انا اوريدي انا فتحته، ولكن الطريقه كيف تمسك من الخلف. حلوين. ترفع بشويش كذا، ترفع تحط اصبعك اثنين هنا وتدف. فاهمين كيف؟ هو مقفل، ترفع من الخلف بشويش، تحط صبعينك وتدف، وكذا ينفتح معك سطح الآلة. انا يا اخوان قلت لكم استعملوا هذا، ولكن هذا شوي ما يدخل هنا، فيفضل انك تستعمل مثل هذه، يكون من مقدمتها شوية ضعيف علشان تنزل وتدخل كذا وتفتح. طيب يا اخوان، نفس ما انتم شايفين هنا في مشبك، المشبك هذا لازم نفكه عشان نطلع الانبوب هذا حق التبخير. فهمتوا علي؟ يعني عندنا هنا جهتين، هنا وهنا، في مفكين. المفك هذا ما يحتاج انه نفكه، نفك المفك هذا اللي داخل. فهمتوا علي؟ فيلا بسم الله، خلونا نفكه. طبعا لازم تستعمل مفك كذا شوي ضعيف، نفتحه شوي بسلاسة. الوضع حبي حبي يا اخوان. طيب بسم الله، مسكناه. ايوه حلوين. طيب شفتوا كيف رفعنا اللي هو المشبك؟ بعدها وش نسوي؟ خلاص نبدأ نطلع هذا الهول. طيب يا اخوان، بعد ما نفك اللي هو انبوب التبخير هذا، بعد ما نسحبه من هنا، حلوين، تصير في ثلاث مسامير، مسمار هنا زي ما انتم شايفين، هنا في مسمار هنا ومسمار هنا ومسمار هنا. المسمارين اللي هنا ما نحتاج نفكها، هذا المسمار وهذا المسمار ما نحتاج نفكه. بعد ما نفتح الثلاث مسامير اللي قلت لكم عنها تطلع معنا القاعدة كذا. حلوين؟ حلوين. طيب يا اخوان، في قاعدة صغيرة نفس هذه شايفينها، تكون هنا. فكيف نفتحها؟ الطريقة كالتالي، ناخذ مثلا سكين او اي مفك ونحطها كذا وندفها على ورا وخلاص تطلع معانا القطعة هذه. شايفينها؟ لازم تطلع معانا القطعة هذه. طيب بعد ما نطلع القطعة هذه وش نسوي؟ ناخذ مفك. فهمتوا علي؟ ناخذ مفك نضرب الانبوب كذا يطلع معانا زي ما انتم شايفين، طلع معانا بكل سلاسة. طيب يا اخوان، بعد ما فكفكنا الآلة ناخذ عصا التبخير الاحترافية ونفتح الجلدة هذه، ما نحتاجها، احنا نركب نفتحها. طيب نشيل الحديدة هذه ايضا. طيب حلوين. طيب كيف ندخل العصا؟ بوريكم طريقة. نخليها بالشكل هذا، شايفين كيف؟ بالشكل هذا وندخلها مع الفتحة. طيب هي كذا أكيد إنها راح تدخل، فهمتوا علي؟ كذا حتدخل بسهولة. طيب حلوين يا إخوان، بعد ما ندخل عصا التبخير فضروري إنك تكون ماسك من هنا وماسك من تحت. شفتوا يدي من تحت؟ فتحرك كذا وتسحب، فهمتوا علي؟ يعني شوفوا كيف، تحرك تسحب، تحرك تسحب، ويخش معاكم كذا، خشت معانا العصا. شفتوا كيف؟ طيب وش نسوي؟ نسحب كذا علي. طيب يا اخوان، بعد ما دخلنا الانبوبه كذا وش نسوي؟ كيف ندخلها؟ نميل على الجهه اليمين نسحبها. شوفوا كيف خشت معانا الانبوبه بشكل سلس. شايفين كيف؟ حلوين حلوين. طيب يا اخوان، الان وش نسوي؟ الانبوب هذا نرجعه مكانه، فاهمين علي؟ ولا ننسى اللي هو المشبك.
نحط المشبك قبل لا نركب الأنبوب. ف يلا نركب الأنبوب قدامكم حلوين. تأكد إنه ركبناه بشكل صحيح، أهم شيء إنك تتأكد إنك ركبته بشكل صحيح. بعد ما نتأكد ناخذ المفك، نمسك المشبك ونقفل عليه. شايفين كيف؟ ها موضوع جدا سهل يا أخوان، ما يحتاج أي تعقيد. شايفين كيف؟ ها تمام، الحين قفلنا عليه، الحين قفلنا. بس خلونا نتأكد شويتين كذا، تقفل صح. طيب يا اخوان، بعد ما ركبنا الانبوب نركب القاعدة. هم ثلاثة مسامير، واهم شيء المسامير لا تضيعونها. اذا ضاعت المسامير مصيبة. طيب وين نفك؟ نقفل. حلوين. نركب اللي هو المسمار الثاني. شيء المغناطيس انك تقدر تسحبه بنفس الوقت. طيب نتاكد ان ركبنا المسمار الثاني. بسم الله. المسمار الثالث. موضوع جدا سهل يا اخوان، المشبك هذا وداخله حلقه صغيره اللي وريتكم اياها، تفكها وتطلع الانبوب هذا. عندك ثلاث مسامير، هذا اول مسمار، ثاني مسمار، وهنا عندك ثالث مسمار. تفكها تطلع القاعدة معاك، وكان الله غفور رحيم. وهذه عصا التبخير قدامك. بس خلونا نتأكد، نشغل الآلة ونتأكد إذا كانت تشتغل، إذا كان كل شيء مضبوط عشان نطبق وخلاص. طيب يا حبايب قلبي، أنا شبكت الآلة بالكهرب وركبت خزان الموية وحطيت اللي هو مفك التبخير، فأبغى أجرب أتأكد إذا التبخير مضبوط، تركيبي كله تمام. فيلا بسم الله، خلونا نجرب ونشوف. بسم الله، خلونا نشغل التبخير. شوفي كيف؟ ما شاء الله ما شاء الله، تبخير 100%، كل شيء تمام. خلونا نجرب مرة ثانية. ما شاء الله 100%. فيلا بسم الله، خلونا نرجع كل حاجة مكانها بعد ما خلصنا تركيب وزبطنا المزاليط. رجع المسامير اللي بالخلف. شو المسمار؟ لا رجع المسمار اللي بالخلف هذا. طيب حط المسمار الثاني ونشد عليها مزبوط، تأكد انها ركبت بشكل سليم. طبعا يا اخوان القطع الثلاث هذه ما نحتاجها، يفضل انك تكون محتفظ فيها فما تحتاجها. حلوين. فالان وش نسوي؟ نرفع الجلدة هذه كذا، نرفعها فوق عشان يكون الشكل جميل. شيء كيف؟ الله الله حلوين. هذه فايدتها الجلدة، عشان ما ملمس الأنبوب يكون حار، فهذه تقدر تتحكم فيها. فشايفين عصا التبخير كيف؟ جدا جميلة.